بدون تصوير. الحين في نفس الوقت اثنينهم يصورون في نفس الوقت، الايبود 7 والايبود 6. فالسلام عليكم، الحين فيكم فيديو جديد. مثل ما قلت لكم التصوير الحين من الجهازين، نفس الجهازين او في نفس الوقت اثنينهم يصورون، الايبود 7 والايبود 6. تصوير من الكاميرا الاماميه، الحين الكاميرا الاماميه 1.2 فتحة العدسة حقتها تصور حدها 720. فأنتوا كيفكم تشوفون الفرق؟ أنتوا اللي تقيمون. برضو المايك، تسمعون المايك لأن الاثنين هم في نفس الوقت شغالين، فأنت اللي تقارن كيفك. في فرق ولا ما في فرق؟ كأرقام نفس الأرقام، الشيء اللي يختلف بينهم المعالج. فالمعالج ومعالجة الرسوميات تختلف. فلو أن الأرقام نفس الأرقام لكن في المعالجات لازم تختلف، بما أن معالج الرسوميات تختلف فلازم يكون السفن أفضل بشيء بسيط. يعني لو تدقق راح تشوف فرق. أما المايك ما أدري أنتوا كيفكم تشوفون المايك. فإلى الآن قاعد نصور من الكاميرا الأمامية مثل ما قلت لكم 720 1.2. شوي ننتقل معاكم الكاميرا الخلفية، لكن خلينا نكمل معاكم شوي. مثل ما تشوفون تحرك شوي من الظل إلى الشمس، مثل ما نشوف كذا. الفروقات بين الجهازين مثل ما قلت لكم، يعني بقول لكم مرة ثانية عشان ممكن شخص يجي يعلق على هذا الجهاز على هذا الفيديو بدل ما يعلق على الفيديو الثاني. الفيديو الثاني تكلمت عليهم، الأجهزة iOS اثنينهم، أي شيء في أبل ستور ينزل، كل شيء ينزل، فورتنايت تنزل، شو اسمها بعد، بابجي تنزل، جميع اللي يخطر ببالك ينزل. أداءها كيف؟ فيديو أول أو فيديو ثاني حق المقارنة بين الجهازين سويت لكم إياه، فتحت بابجي، فتحت فورتنايت ولعبت فيهم. الآيبود 6 جنريشن راح يوقف على iOS 12، الآيبود 7 جنريشن نازل على iOS 12 راح يدعم iOS 13 برضو. فمثل ما نشوف نحول لكم الكاميرا الخلفية الحين. مثل ما نشوف الحين هذا الكاميرتين الخلفيتين يصورون 720، لا يصورون 1080 8 ميجا بكسل تقريبا، يمكن تقريبا حقة الايفون 5 ولا 5S الكاميرا. مثل ما نشوف الجهاز مثل ما قلت لكم فيه اب ستور، تحمل كل البرامج اللي تبيها، تحمل سناب شات، تحمل واتساب إذا دعمت الشركة. طبعاً الحين ما دعمت الشركة، في المستقبل راح تدعم الشركة، وراح إذا دعمت الشركة راح ينزل الواتساب. طبعاً إنستغرام موجود ممتاز ما في شيء، سناب شات موجود ممتاز ما في شيء، تويتر موجود، بابجي موجود، فورتنايت موجود، أي حاجة موجودة. أوكي، فهو نفس الآيفون نفس الآيباد كنظام iOS، كل الميزات اللي ينزلون في الأجهزة الثانية تنزل فيهم. معكم نشوف نروح مكان نضل نشوف مثلا المعالجة، مع أن كما قلت لكم كأرقام ككاميرات نفس الكاميرات لكن المعالجات معالج الأجهزة اثنينهم يختلفون. نشوف الظل نعكس بسرعة الشمس، نرجع ظل نرجع شمس، ما أدري هل في فرق، أنت لو تغررون خصوصاً برضو الصوت، أنتوا من نفسكم تغررون تشوفون هل في فرق في الصوت ولا لا. كسبيكر في الفيديو الثاني سويته في فرق كبير، يعني فرق ملحوظ. هذا الجهازين كباتري لازم الجديد راح يكون أفضل، حتى لو أن الباتري نفس قوة الباتري نفس الشيء، لكن الجديد لازم يكون أفضل لأن المعالج راح ما راح يستهلك باتري نفس المعالج القديم. معروف أن كل معالج ينزل جديد يكون أداءه أفضل في استهلاك البتري. أوكي، نفر معكم كذا، أتوقع ننهي كذا الحين خلاص. فأتوقع الفيديو خلاص. ففي نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة ونشر المقطع وعمل لايك المقطع، تعليقاتكم تحت تهمني، أحتاج أقول لكم من أي جوال أصور. بس السلام عليكم. ولا تنسون من فضل دعاكم، اوكي؟ ذا الشيء لازم يعني
إذا حسيتوا أن أتعب وأسوي شيء يفيد ادعوا لي. السلام عليكم.